صدقة، إنها حقي. فإما أن تدفع قيمة ما تساويه فورا، أو تسلمني السفينة خلال مدة 40 يوما. بل أفضل مهلة 40 يوما. ليكن، انتهت الزيارة. أرجو أن نكون قد وضعنا حدا لسوء التفاهم هذا يا باشا. إلى أن تصل السفينة ونعيد النظر بالاتفاقية من أساسها. نعم، إنها ساعة جميلة ورائعة الصنعة فعلا. لقد أحسنت الاختيار أيها القنصل. ما يهمني هو رضا مولانا الباي، والذي نأمل أن نكون عند حسن ظنه دوما. ترى هل الشحنة التي وصلت هي بمستوى هذه الهدية يا يونس؟ نعم يا مولاي، تفقدتها بنفسي، فهي والحق يقال كاملة وجيدة. لو أنني كلفت شخصيا بتجهيزها لما انتقيت أفضل مما وجدت. هذا ما يزيدني ثقة. تفضل وخذ مكانك أيها القنصل. أشكرك. ألم أخبرك أن التعامل مع هؤلاء الأمريكان لا يخلو من متعة وفائدة؟ المهم أن نحسن التعامل هذا، فهم ما زالوا أغرارا في السياسة، إنهم مجرد تجار لا أكثر. يمكنك أن تمارس صلاحياتك عندي كقنصل لبلادك منذ الآن. أشكر اهتمام مولاي الباي، وأرجو أن تجري الأمور بيننا على خير ما يرام. بلغني يا مولاي أن يوسف باشا ما زال يضع العراقيل بوجه القنصل الأمريكي لدي. يبدو أن الأمور لا تسير في طرابلس بالسهولة التي تسير بها هنا. إنها إرادة الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا متأكد جدا لو أن أحمد باشا في مكانه الصحيح بطرابلس لجرت الأمور على خير ما يرام. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، كما أنها إرادة الله ولا شك. هل من المستحيل إجراء مصالحة بين أحمد باشا وأخيه يا حمودة باي؟ إن بلادي لا يسرها جداً أن ترى الأمور تسير في تلك البلاد بصفاء وسلام. أعتقد أن مثل هذا الموضوع قد تجاوزه الزمن، أليس كذلك يا باشا؟ في الحقيقة لطالما ألح مولاي الباي أن يكون واسطة خير بين الأخوين، لكن يبدو أن لكل أجل كتاب. اسمح لي يا باشا بتطفل هذا. يبدو أن الأمور لا تسير وفق إرادتك كما فهمت. لا، إرادة الله سبحانه وتعالى. أيسمح لي سيدي الباي أن يكون أول رجاء لي بصفة الرسمية والشخصية أن يجدد وساطته الكريمة بين الباشا وأخيه؟ أعتقد أن مثل هذا الطلب
يجب أن يأتي من الباشا نفسه، فهو صاحب الشأن، وهو عندنا ضيف عزيز، لا يصح أن نبادره بمثل هذه الأمور. ماذا قلت يا باشا؟ لنجعلها مناسبة سعيدة. ها هو الجو يصفو فوق سماء البحر الأبيض المتوسط، والأمور تأخذ مجراها الطبيعي في المنطقة. أنت كبير عائلتكم رغم كل شيء، سواء أكنت الباشا الحاكم أو حاكم إقليم. أخشى لو قبلت أن يذهب مجهود حمودة باي سودا، فالكل يعلم حقيقة شعور يوسف. أنا سأتحمل تصرفات يوسف، ولا أظنه يرفض لي طلبا. هيا يا يونس، جهز نفسك برسالة مني إلى يوسف باشا، واذكر له رغباتي تجاه أخي. أرى يا باشا أن تخط رسالة بيدك لأهلك في طرابلس، تخبرهم فيها بما عزمت عليه، وتطلب منهم أن يجهزوا أنفسهم للرحيل إلى درنة. ولكن إن هذه الرسالة ستزيد اطمئنان أخيكم يوسف إلى سلامة نيتك وعزمك على قبول وساطة الباي، أليس كذلك يا باي؟ كنت أنوي أخذ قسطا من الراحة الليلة حتى أبحر مبكرا إلى طرابلس، فأنت ذا تحتجزني كل هذه المدة دون أن أعرف بالضبط سببا وجيها لذلك. اللهم إلا هذه الرسالة. إنها رسالة لقنصلنا في طرابلس. إذا كنت أنا نفسي سأقابل قنصلكم، فبإمكاني أن أقول له ما تريد شفوي. إنها رسالة شخصية لمستر كاثكارت القنصل. أرجو يا عزيزي أن تسلمها له يدا بيد. هلا تفضلت. هذا كل ما هنالك؟ هذا كنت تتوقع. أنا يا عزيزي لا أضيع وقتي سدى، كنت أتوقع أن يكون لهذه الرسالة مردود مادي على الأقل. مثل ماذا؟ كأن أعود لك بشيء ثمين من طرابلس. ألم نتفق على القيام بأعمال تجارية مشتركة؟ اتفقنا. إذن حسنا، في الميناء سفينة تجارية تدعى غلوريا. غلوريا، إنها ولا شك إنها ملكي. يا للفرحة، هي ملكنا إذن. قلت إنها ملكي ولم أقل إنها ملكنا. أنا أشغلها بالأجرة، فلو أردت. طبعا طبعا أريد. تريد ماذا؟ أستغلها في هذه الرحلة، أملأها بضائع إلى طرابلس، والعكس صحيح، والأرباح مناصفة. نكون قد أدينا واجبنا وشغلنا أموالنا، الآن طاب العمل والربح معا. حسن حسن، هيا تحرك، منذ لحظات كنت تستعجلني. يا عزيزي إيتون، منذ لحظات كان العمل يبدو مجانا. أما الآن ماذا هناك أيضا؟ أريد جوازا لاستخدامها. أن هذه الرسالة أخذت أكثر من وقتها؟ هي ليست رسالة يا عزيزتي، إنه تقريري الأول في وظيفتي، وقد ضمنته جميع الأحداث التي مرت بنا منذ دخولنا لهذا البلد، مع بعض الانطباعات حول الباشا وحاشيته. لا أظنك استلمت مهام وظيفتك بشكل نهائي.
ماذا تريدين أن تقولي يا عزيزتي؟ برأيي أن لا تتعجل الأحداث، أمامنا 40 يوما، فإما أن تصل سفينة الباشا ونستقر أو نرحل. لا يا جين، ليست 40 يوما إلا نكتة أطلقتها في وجه الباشا. في مخططنا أن نبقى هنا ولمدة طويلة. 40 يوما قريبة جدا يا جيمس، أخشى أن يكون الباشا من سيضحك أخيرا. اطمئني يا عزيزتي، نحن من سنضحك أخيرا وبصوت عال جدا. ماذا ترى؟ سفينة ترفع علما أمريكيا وتونسيا. إنه عربي من تونس. لابد أن هناك شيئا ما بخصوص أحمد. تقول إن السفينة تونسية؟ بالرغم من أنها ترفع العلم الأمريكي والتونسي، إلا أنني رأيت مراد يصاحب رجلاً عربياً أذكر أنني رأيته في مجلس حمود باي. أرجو ألا يتعلق الأمر بأخي أحمد. أرجو ألا تقلق يا باشا، سرعان ما نعرف الخبر. المحير في الأمر أن السفينة ترفع العلمين معاً. لا بد أن لأمريكا والباي غرضا مشتركا. تحت أمرك يا باشا. تقدم. من هذا الذي معك؟ رسول الباي إليك ووكيله التجاري. خيراً إن شاء الله. الباي يقرئك السلام وقد أرسل لك هذه الرسالة. قد صدق حدسي يا غيس. نعم، ها هو الباي يتوسط رسميا للإذن لأخي أحمد بالتوجه إلى درناب بهكا عليه. سدد الله خطاه، إنه يعمل لإزالة سوء التفاهم الواقع بينكما. ولكنني لم أمنع أحمد يوما من أن يتوجه إلى درناب. إنه من رفض التكليف والتجأ إلى الباي حمودة. لا بأس، الخير فيما اختاره الله. ها هو أخيرا يقبل برأيك. لقد أديت المهمة أيها الرسول، يمكنك الرحيل متى شئت. ولكن مولاي الباي أمرني أن أعود بجواب مولاي الباشا. لا بأس، أكرموه في دار الضيافة يا دغيس حتى نعطيه جوابنا. وهذه رسالة مولاي أحمد باشا لأهله. تقصد أحمد بيك أيها الرسول؟ هل من شيء آخر؟ هدية متواضعة من مولاي الباي.
لابد وأنك تعرف ما تحويه الرسالة يا يونس. أو على الأقل معناها العام. أن يصلح الأخوة وتعود المياه إلى مجاريها، هذا هو معناها العام والخاص أيضا. مضى زمن لا بأس به منذ أن ذهب أحمد بيك إلى الباي في تونس، أليس كذلك؟ ربما، ولكن ما معنى هذا؟ يقصد عمي حسن أن الباي لم يتحرك رسميا لمثل هذه المصالحة قبل الآن. هل لديك أي تفسير لذلك يا أخي يونس؟ الأعمال مرهونة بأوقاتها يا رئيس نارت، أليس كذلك؟ لا شك أن القنصل قد حمل إليكم الرسوم المترتبة على بلاده حسب الاتفاقية. اتفاقية؟ أية اتفاقية؟ الاتفاقية التي كانت مبرمة بين طرابلس وتونس وبين الحكومة الأمريكية منذ زمن. الرسوم ليس تماما. هل كانت أموالا نقدية أم أعتنا؟ كما طلبناها نحن. ما هذا الكلام الذي لا يرجى منه خير؟ ألا أخبرتموني عن الحركة التجارية هنا؟ ما هي البضائع الرائجة؟ ما هي المواد الفائدة عن الحاجة؟ حتى نتحرك بعمل مفيد بدل الأخذ والرد بما لا طائل له. أصلحك الله يا يونس. نحاول أن نربط المعلومات بيننا وبينكم حتى لا يخترق العدو صفوفنا. عدو؟ أين العدو هذا؟ ألم نعاني جميعا من الأوروبيين؟ ألا نزال نعاني من تحركاتهم في بحرنا محاولين وعند أقرب فرصة الانقضاض علينا؟ كما فهمت أنكم تسألون عن الأمريكان وليس عن الأوروبيين. وما الفرق برأيك؟ بل من هم الأمريكان هؤلاء؟ أنت تعرف يا يونس أنهم خليط من الأوروبيين الذين هاجروا إلى أمريكا. أنا لا أعتقد أنهم أوروبيون، ولكم سيدي أحمد مثل على ذلك. ما به سيدي أحمد؟ إنه صديقهم، على الأقل كان على معرفة بالقنصل إيتون حتى قبل وصوله إلى تونس. لقد سهل الأمر كثيرا بينه وبين مولانا الباي. ماذا؟ أوضح أوضح يا يونس، كيف حصل هذا؟ لقد أخذنا الحديث بعيدا عن سبب سهرتنا لهذه الليلة. ألا أسمعتنا شيئا يا عمي حسن؟ سمعا وطاعة. في هذه الحال يمكنني الجلوس والاستماع على أقل تقدير. الحمد لله الذي سخر من يقرب بين ولدي ويرفع عنهما البغضاء والعداوة. سأذكر هذه البادرة لحمود باي ما حييت. كفى يا أمه، ألم تقرأ الرسالة جيدا؟ بلى، قرأتها وأكثر من مرة. لم أجد فيها إلا الفرحة تصدر عن قلب مفعم بحب عائلته وبشرى بلقاء قريب. إنها تفيض رقة وتسيل عاطفة، هذا ما قرأت يا يوسف. لو قرأت ما بين السطور لوجدتها تفيض كذبا وغشا وخداعا. إن هذه الرسالة موجهة لي قبل أن توجه لذوقية. ماذا؟ بل إني أشتم رائحة الرياء العفنة تخرج من تحت كل كلمة فيها. أرجو أن لا يكون الحقد هو الذي يعميك عن الحقيقة ويزيف لك الوقائع، بل آمل من الله عز وجل أن يكون غضبا مؤقتا هذا الذي أسمعه منك. أمي، يجب أن لا تدفعك عاطفة الأمومة بعيدا عن رؤية الحقيقة.
ألا ترين أن توسط الباي إنما جاء مع دخول قناصل الأمريكان هنا وهناك؟ أقسم إن في الأمر تدبيرا ما. إنما التدبير من صنع خيالك أنت. ليتني رحلت مع أبيك على أن أعيش لأرى وأسمع فلذة كبدي وهو ينقلب إلى مرجل يغلي فيه دم الشك والريبة والحقد. أمي، كنت آمل أن ألقى ذوقية التعسة وزينوب المكسورة الجناح بهذه الرسالة والبشارة في فمي لأرى وأمتع النفس برؤية ابتسامة الرضا وهي تمسح شفاههما، وأمل المستقبل يبرق في عيونهما. ولكن سامحك الله يا يوسف. أمي، أرجوك فهميني. لتعلم يا يوسف، لست وحدك ولدي. لن أراك بعد الآن إلا في اليوم الذي تدعوني فيه لرؤيتكما معا، أنت وأخوك أحمد. كانت سهرة لطيفة جدا، أشكركم من كل قلب. هذا بفضل عمي حسن، فهو من يعيد إلينا نشاطنا الذهني بعد التعب. هيا يا جماعة، فقد حان وقت الراحة والنوم. عليك بالحضور كل ليلة يا أخ يونس. في وهل تراني سأقيم بينكم دهرا؟ ستقيم ما دام الباشا لم يعطك جوابا. في هذه الحال علي أن أفتتح دكانا للتجارة بدل إضاعة الوقت في الغناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. من هنا دار الضيافة يا أخي يونس. أشكرك، ولكن علي أن أبيت عند أحد معارفي. في مثل هذا الوقت؟ دعها للغد يا رجل. من يدري ماذا يصنع الغد. السلام عليكم. أهلا وسهلا. تفضل. أرجو أن تعذرني لاستقبالي لك على تلك الصورة، فلم أكن أعرف في الحقيقة. لا بأس. تفضل. ما هذا؟ سيجار، إنه من النوع الفاخر. هل أشعله لك؟ لا. لا أظنك تجهل، إنه نوع من النباتات يجفف بعد قطافه ثم... نعم. على ما أظن أنه يأتينا من بلادكم فقط. هو في الحقيقة بدعة هندية، وقد أخذناها عنهم ثم طورت صناعياً لتصبح تجارة رابحة. لقد أخذتم الكثير من الهنود، وليس هذا فقط. ماذا تريد أن تقول؟ لا شيء، أقصد أن هناك الكثير يمكن المتاجرة به من أمريكا وإليها.
قد أتاجر به يوما. لقد ذكر لي مستر إيتون أنك وكيل الباي التجاري. هل من خدمة أؤديها يا سعادة القنصل؟ شكرا، ولكن في الحقيقة أقمت شركة تجارية مع مستر إيتون. شيء رائع حقا، ولكن قل لي أولا. نعم. كيف كان رد فعل الباشا لرسالة الباي؟ هل بانتظار رده؟ أظنه بحاجة لبعض الوقت حتى يتخذ قراره حول هذا الموضوع. إنما قصدت كيف استقبل الرسالة. إنه من النوع الحذر جدا، يجب أن تضع هذا في اعتبارك وأنت تتعامل معه يا سعادة القنصل. صدقت، تعني أنك لم تحصل على رده بعد؟ لا. وما هي توقعاتك؟ توقعاتي إن أقرب الناس من الباشا لا يستطيع أن يكهن بما سيفعله بعد لحظة. هذا معروف عنه جيدا يا سيدي. هل لك أن تدلني على رجل ثقة في هذا البلد كي أتعاون معه في بعض الأمور؟ تجارة مثلا؟ لا، ليست التجارة. إذن لا بأس، سنتحدث في هذا الموضوع لدى زيارتك القادمة إلي. زيارتي القادمة؟ هل نسيت؟ أريد أن أرسل جواب رسالة مستر إيتون معك. معي أنا؟ بالطبع، وقد نتحدث في بعض الأمور التجارية التي قد تهمك. معقول، هذا معقول جدا. والآن مع السلامة. ولكن علي أن أبيت هنا. ماذا؟ لقد أخبرتهم أنني سأبيت عند أحد معارفي، ولا معارف بالحقيقة لي. تدبر أمرك في أحد الحمامات العامة. مع السلامة. لا أعرف أحدا هناك. مع السلامة. أرجوك. مع السلامة. لا أعرف أحد. مع السلامة. لا أعرف أحد. مع السلامة. إذن فقد كان أحمد يعرف قنصل أمريكا لدى الباي قبل حضوره إلى تونس. هذا ما أفضى به يونس مصادفة أثناء حديثي في المقهى أمس. وماذا بعد؟ لا شيء، هذا أهم ما استطعنا أن نفهمه من يونس هذا، بالإضافة إلى اهتماماته التجارية وجمع الأموال. ترى ما مدى تلك المعرفة بين أخي والقنصل؟ لا يمكن التكهن بذلك يا باشا. بالأصح، هل هناك علاقة ما تربط أخي والقنصل مع حمودة باي؟ حسب معرفتنا بحمودة باي، من جهتي أستبعد أي غرض له إلا القيام بواجب المصالحة بينكم. ما بك لا تتكلم يا رئيس مراد؟ أنا لا أستبعد أحدا يا باشا. ماذا تقول يا مراد؟ أحب أن أعرف رأيك بصراحة يا رئيس مراد. لقد أمضى يونس ليلته البارحة في حمام عام. تعني أنه لم ينم في بيت الضيافة؟ ولكني تركته بين يديك. هل هذا كل شيء؟ لا، كان يونس هذا قد اعتذر لي في أنه يرغب بزيارة معارف لهم في المدينة، ثم نام في حمام عام. أمره عجيب هذا الرجل. ولكنني تتبعته حتى دخل مبنى القنصلية الأمريكية، أمضى هناك بعض الوقت، ثم خرج واتجه إلى الحمام حيث أمضى بقية ليلته هناك. ماذا؟ هكذا إذن. كنت أشعر أن هناك حلقة مفقودة في سلسلة الأحداث الأخيرة. لقد وضحت الرؤية الآن. مراد، أحضر هذا اللعين المدعو يونس، وليجري استجوابه على يدي. أحب أن أعرف كل صغيرة وكبيرة،
الأوغاد. لا يا باشا، يجب أن نعرف أبعاد اللعبة جيدا حتى نتمكن من إحباط المؤامرة بإتقان، لندعهم يتآمروا حتى النهاية، وعندما تحين الساعة نضرب ضربتنا القاسمة. لو قبضنا على يونس فسرعان ما يستبدلونه أو يستبدلون مخططهم كاملا. عندها هيهات لنا أن نعرف من أين ومتى وكيف تأتي الضربة. إذن لنتدبر الأمر بصورة سرية ولندع أمورهم تجري كما هي. أريد أن أرفع الغطاء عن كل الحشرات التي تعيث داخل القدر. هل أدركت أهمية ما أقوله لك يا جين؟ بالطبع، ولكن أرى أن هذا الموضوع أبعد ما يكون عن مهامك الدبلوماسية. دعينا الآن من مهام الدبلوماسية، هذه الكلمة المطاطة لا معنى لها. ما أطلبه منك لا يتعدى مفهوم العلاقات الاجتماعية والتي يجب عليك أن تقومي بها كزوجة قنصل. العلاقات الاجتماعية كما أفهمها هي علاقات بين أشخاص أو أفراد أو بين جماعة وأخرى، علاقة لا تزيد عن معنى المجاملة. صحيح. من جهتي لست أرى أي داع لإجراء مجاملة مع زوجة الباشا المخلوع، سأكون في الواقع محط أنظار استغراب الجميع. زوج الباشا المخلوع وابنته المسكينة من أفراد العائلة المالكة، مودتهم مطلوبة. والدة الباشا، زوجته، بناته المتزوجات، مثل هذه العلاقة منطقية. أما جين، أنت تضعين العصي في عجلة مستقبل السياسي، ليكن هذا مفهوما لديك. أنت على صواب لو أن مستقبلك السياسي هذا متوقف على توصيل رسالة سرية إلى حريم الباشا. إنها رسالة زوج منفي إلى زوجته التي فارقها منذ سنين. ثم لا تنسي ابنته المسكينة، أظنك تتصورين الفرحة التي تدخلينها على قلبها عندما تقومين بمثل هذه المهمة الإنسانية. جيمس، هل تعرف محتويات هذه الرسالة؟ حرفيا لا، ولكن إيتون أوضح لي كل شيء كما ذكرت لك. صدقني يا عزيزي، إيتون هذا يلعب بالنار، لن يطول به الأمر حتى ترى نتائج تدخلاته بنفسك. جين أرجوك. ليكن، ولكنها المرة الأولى والأخيرة التي أقوم بها بدور المراسل. سأنتهز أول فرصة لتوصيل الرسالة. ها هو ابنك يوسف، جاءك طائعا مختارا. هو عزيز بين الناس، ذليل لربه ولأمه. إن شئت عفوت، فأنت الأكرم والأنبل والأشرف، وإن شئت أبيت، وأنت أيضا الأسمى والأعلى والأرفع. إنما جئت أطلب بركة دعائك بما قررته بشأن ابنك أحمد أخي. كلامك أوحى بقرارك يا يوسف، وأرجو من الله تعالى أن لا يخيب ظني فيما اعتزمت أن تفعل. سأفعل ما يرضيك وأكثر. سأمنح أخي أحمد بكوية برقة كلها، وسيكون مقامه في درنة حيث أهل زوجته، وسأضع تحت تصرفه سفينة حربية تقله من تونس إلى مقر عمله معززا مكرما. بارك الله فيك يا ولدي، ها أنت تعود لصوابك أخيرا. سأعيش أواخر أيامي قريرة العين لأرى أولادي وأحفادي يرتعون برغد الوصل وحنان القربة. هل أنت راضية الآن يا أمي؟ كل الرضا ومنتهى سعادتي يوم يتم زواج حامد وزينوبة. أكمل سعادتي يا يوسف. لك ما تريدين.
وسيكون ابني حامد على رأس السفينة التي ستقل أخي أحمد من تونس إلى درنة. بهذا لا تثبت لأخيك أحمد حسن نيتك نحوه فقط، بل إنك كمن يعلن للدنيا بأسرها عن الصفاء الذي ساد بينكما. مبارك أنت يا يوسف، ودع لي أنا نقل هذه البشرى لزينوبة وأمها. كما تشائين يا أمة. هل رأيت كيف على الإنسان أن يصبر ويتكل على الله؟ لا إله إلا الله. ها هي الأمور سارت كما كنا نشتهي. أرسل الله الباي وسيلة لإقناع الباشا. على الإنسان أن لا ييأس من رحمة الله. ونعم بالله. ما بالك يا زينوبة؟ أشعر وكأن خبر زواجك من حامد ليس هو الخبر الذي كنت تعيشين على أمل تحقيقه. إنها المفاجأة يا لله حلومة. نعم، ما كان يصدق أن الباشا يقبل بهذه السهولة، وأن زوجي أحمد يقبل وساطة الباي رغم كل ما جرى في السابق. ألم نكن نسعى إليه جميعا؟ صحيح، ولكن... ولكن ماذا يا ذوقية؟ أقصد أن أحمد لم يشر برسالته إلى زواج زينوبة وحامد لا من قريب ولا من بعيد، إنه فقط يتحدث عن الرحلة و... أعرف هذا، لقد قرأت الرسالة بنفسي. سامحيني، أردت أن أطمئن شخصيا قبل أي إنسان. أما عن موضوع الزواج فقد تدبرت الأمر مع الباشا بنفسي. إذن فوالدي لا علم له بذلك. ليس بعد، ولكنه بالتأكيد سيفرح له كما تعلمين. تقصد زينوبة؟ لو يعلم أحمد بهذا الأمر من باب اللياقة فقط. أنا أمهما يوسف وأحمد، وأنت يا زينوبة حفيدتي، ويوسف بمقام أحمد وهو عمها، ونحن جميعا راضون. زينوبة، لعلك قد انقلبت عن حامد الآن بعد أن عرفت. ما هذا القول يا لله حلومة؟ تعلمين حبها لابن عمها كما تعلمين أننا ننظر جميعا لمصلحتنا في هذه الزيجة المباركة، أليس كذلك يا زينوبة؟ إنما ترينه ولله حلومة لهو عين الصواب. سنحدد موعد الزفاف قريبا بإذن الله. طابت ليلتكما. كنت تفسدين كل شيء. هيئ يا دغيس الهدايا اللازمة لحمودة باي وأخي أحمد، وأرفقها برسالة مني بالموافقة على رغبة الباي، ولا تنسى أن تشكره على مبادرته القيمة هذه. أدام الله عز مولاي ومد في عمره، هل أساعد محمد دغيس في انتقاء الهدايا التي يرحب بها الباي عادة؟ طمئن أخي أحمد، واطلب منه أن يستعد للسفر إلى درنة خلال شهر. ستصله سفينة حربية تقله إلى هناك، وله حرية الاختيار في أن يعرج علينا هنا في طرابلس لاصطحاب أهله معه، أو يتابع مباشرة إلى درنة حيث سيلتحقون به فيما بعد. هيا الآن يا مولاي. في التو واللحظة. ألا يمكن تأجيل ذلك إلى الغد
ريثما أتهيأ أنا شخصيا لشراء بعض المواد من الأسواق. لا بأس، هيا يا دغيس ابدأ إجراءاتك. لتبقى قليلا يا رئيس مراد، فأنا بحاجة إليك بعض. أظنك فوجئت بما جرى يا رئيس مراد. في الحقيقة نعم، وإن كنت على ثقة أن لمولانا الباشا في ذلك حكمة ما. تعجبني بديهتك يا مراد، والآن أريد بحارا مؤتمنا مخلصا لك بقدر إخلاصك أنت. هل أفهم أن هذا البحار سيرأس السفينة التي ستبحر لإحضار سيدي أحمد من تونس؟ بل سيقودها كما سيقود بحارته. أما من سيرأس الرحلة فهو ولدي حامد. حامد بيك؟ نعم. لا تستغرب يا مراد، ستعرف كل شيء في حينه. سمعا وطاعة يا باشا. لم تخبرني عن اسم البحار الذي طلبت. إنه الرئيس زريك. حسن، هيا وابدأ ترتيبات الرحلة، وليأتي زريج هذا لمقابلتي قبيل سفري. إذن فقد قبل الباشا عودة أخيه إلى درنا. نعم، وكيف لا يقبل، والباي هو من طلب منه ذلك، إنهم لا يخالفون له أمرا. هل قال إنه سيرسل له سفينة خاصة لنقله إلى هناك؟ نعم، وإن كنت أفضل أن لا يفعل، كنت على الأقل نقلته بسفينتي فكسبت مالا. على كل حال إنها أخبار سارة تستحق عليها مكافأة. أرجو أن لا تكون من نوع المكافأة الماضية. تفضل، هذه لك وهذه للمستر إيتون، أرجو أن تسلمها له يدا بيد. كنت قد ذكرت شيئا عن أمور تجارية قد نشترك بها معا، أما زلت عند رأيك؟ طبعا طبعا، ولكنك تعرف أن مثل هذه الأمور تحتاج لبعض الوقت لدراسة السوق ودراسة. لقد استوفيت كل شيء تقريبا، هنا يكمن كل شيء. لقد أمضيت وقت جله في التجوال بأسواق طرابلس، وأصبحت على علم بجميع الأسعار وال... أنا لا أشك بذلك مطلقا، لدى زيارتك القادمة إلينا نكون قد أعددنا كل شيء. ألا تحب أن أعدد لك أصناف البضائع الرائجة والتي هي تحت الطلب؟ مع السلامة، مع السلامة، لا تنسى تسليم الرسالة. حاضر. تفضل، مع السلامة. إذن فقد رشحتني لهذه المهمة يا رئيس. بمن تراني أثق أكثر منك، خاصة عندما تكون نوايا الباشا غامضة على هذه الصورة. لم يعد هناك أي غموض يا مراد، الباشا أراد دوما التخلص من أخيه أحمد، وها هي الفرصة قد واتته من نفسها. تقصد أنني من سيقوم بهذه المهمة اللعينة؟ نحن نستبق الأحداث على أي حال، رغم أن من عادة الباشا أن يضرب فجأة. اللغز الآن هو دور حامد بيك في لعبة الباشا. هذا ما يزيدني حيرة، كيف أسلم قيادي لحامد ذاك الفتى المدلل؟ بل
كيف أتصرف في أعالي البحار إذا ما فكر حامد هذا بالقيام بعمل جنوني؟ اخفض صوتك، لازلنا في طول التكهنات. اطمئن يا زريك، لم يطلب الباشا زيارتك له قبل سفرك إلا ليزودك بالتعليمات التي يريدها هو ولا أحد غيره. والآن أين حسن يا زريك؟ لا أراه الليلة. هو في زيارة ابنته وسيحضر قريبا. اجلس على هذا الكرسي. ماذا؟ قل اذهب واجلس على ذاك الكرسي، ألم تسمع؟ يا باشا من المفروض ألا تتمكن أي قوة قاهرة أن تنتزعك من هذا الكرسي إلا الموت، وقبل أن تموت عليك أن تقاتل وتقاتل دفاعا عنه. إنه كرسيك يا باشا، ولهذا طاوعتك في التخلي عنه بكل سهولة. بل لهذا انتزعتك منه بالقوة التي لا بد أن شعرت بها، رغم أنك ولدي وولي عهدي. عمك أحمد عندما تأكد بأنه لن ينتزعني من مكاني بمثل القوة التي جربتها معك، راح يحاول طرقا أخرى أكثر دهاء ومكرا. لقد غلب عليه الخيال عندما خانته ذراعه. ولكن ليلى حلومة أخبرتني أنك... اسمعني اسمعني ولا تقاطعني. كما تريد يا باشا. عمك أحمد أراد أن ينفذ من خلالك إلي عندما وقعت أنت بشراك زينوب ابنته. ولكن أنا من يريد الزواج بها، أنت تعرف أني تحبها وهي ابنة عمك إلى آخر هذه المعاني الفارغة والتي تدير عقول الضعفاء لا العقلاء. ومع هذا سأزوجك زينوبا، ولكن لا لتكون أداة أحمد وكيده، بل سأرد الكيد إلى نحره وسأقلب السحر على الساحر. ما زلت يا باشا بعيدا عن فهم ما تريد قوله. عليك أن تدفع صداق ابنة عمك زينوبا لي أنا وليس لأبيها. أنا من سيزوجها لك. ماذا؟ صداق زينوبا؟ نعم، مهر زينوبا هو رأس أخي أحمد.